اليوم جد فخوره وجد فرحانه كمغربيه، ماتش في المستوى، ليكيب ناسيونال ديالنا في المستوى وغادا وكتعطي لي زيفور، وان شاء الله هذاك الشيء اللي جاي احسن من هذا الشيء اللي كيقولوا، كما كيقولوا الناس ذا بيست از يت تو كام، والمغرب غادي للقدام وحنا غنكونوا معاهم اليوم في الفان زون، والمره الجايه علاش لا ما نكونوا معاهم في الماتش تما. المقابله كانت واعره، المقابله كانت جد جد رائعه، ومع الامبيونس واللعيبه كانوا في المستوى، واخا كانت الصهد والتعب باين على وجوههم، ولكن فرحونا وفرحوا قلوبنا، وكنقول لهم بون كوراج. مقابله جميله، كان تركيز، عناصر شابه، كلهم استفدنا من الاخطاء. اليوم درنا بو ماتش الحمد لله، دوزنا الكوت ديفوار، حنا فرحانين. علاش دوزنا الكوت ديفوار؟ ناس علاقه طيبه معنا. شكرا للركراكي، عطى المجهود، عطى الثقه كامله لبن محمود. اليوم لعبنا في جو مريح، دراري صغار بينهم، كاين لاعبين اخرى خلينا من الفينار، الحمد لله احنا راه فينار، يا مع مال يا مع السنغال يا مع الراس الاخضر ولا مالي. ديما مغرب احسن مقابله داروا سيرتو في الشوط الاول، وفي الاخر ديال الشوط الثاني كانوا يسجلوا اكثر من ثلاثه البيوتا منعوا، تبارك الله عليهم، ديما سبوعه والسبوعه اللي كيجيبوا العز للبلاد. زوينه، كنبغيو نشكروا اللعابه، كنبغيو نشكروا الطاقم التقني، كنبغيو نشكروا الركراكي. واش غنديروا؟ ديديكاس خوتي الجزائريين اللي ما دازوش، واش غنديروا لهم؟ ما ربحناش البارح بصح ربحنا اليوم، حنا جزائريين ومغاربه وفرحانه بزاف كي المغرب ربحت بحال الجزائر ربحت.